القدس الله الواحد امين. من سفر التكوين لموسى النبي بركته على جميعنا امين. وقال الرب لأبرام: اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك، فاجعلك امه عظيمه واباركك واعظم اسمك وتكون بركه مجدا للثالوث القدوس. اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة. الإنسان مننا بيحب يكون متبارك، يعني يقول لك أنا نفسي أحس إن ربنا مبارك لي، نفسي أحس إن ربنا مباركني، نفسي ربنا يبارك بيتي، يبارك شغلي، يبارك حياتي، يبارك ولادي. فالإنسان مننا بيحب يحس إنه هو متبارك. لكن الشاهد اللي احنا قريناه، اللي ربنا بيقول فيه لأبرام: اخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، قال له هباركك، بس ما قالوش هباركك بس، قال له هجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك، وراح قال له إيه؟ وتكون بركة. يعني أنت شخصيا تكون إيه؟ تكون بركة. ودي حاجة مش سهلة، مش سهلة. ربنا بيبارك ناس كتير خالص، لكن إني إنسان يكون هو في حد ذاته أصبح بركة، دي مش سهلة. على مدار التاريخ المقدس في الكتاب المقدس وعلى مدار تاريخ الكنيسة، في شخصيات مباركة كده كانت سبب بركة في جيلها. والنهاردة خطر على بالي إزاي الإنسان يكون بركة. الحقيقة اللي جاب الحكاية دي في ذهني أني كنت بشارك في صلاة جنازة لست كبيرة في السن، ست تقية كده تنيحت، بس أنا حضرت الأيام الأخيرة بتاعتها. هي كانت ست مباركة وتقية، وكانت من ضمن السيدات اللي يجوا وينظفوا الكنيسة وياخدوا بركة، وبعدين كل ما السن بيعبر بيها الجسد بيضعف، فبقيت مش بتقدر تنزل من البيت. بس كنت كل ما اروح ازورها، اسرتها كلها الكبيرة بقى الاولاد والاحفاد متعلقين بيها بشكل فعلا كما لو انه هما بيستمدوا علاقتهم بربنا من خلالها، الست الكبيرة دي، يعني كما لو اني هي اللي بتخدمهم مش هما اللي بيخدموها، بسبب التقوى بتاعتها والكلمات بتاعتها والايمان بتاعها. فحسيت لما سافرت ان في تقالة كبيرة كده ايه مشيت، تقالة كبيرة كده كانت سبب بركة في حياتهم. هي طبعا تصير مساندة ليهم بايه؟ صلواتها، يعني إذا كانت بتصلي لهم وهي هنا وبتكون سبب بركة ليهم وهي هنا، فبالأولى برضو لما تقترب أكتر من محضر الله هتساند أكتر بصلواتها. لكن اللي أقصده فعلا إزاي الإنسان يتحول إنه هو يصير بركة في مكانه. فجي في بالي ثلاث شخصيات، طبعا وفي شخصيات كتير في الكتاب المقدس، لكن جه في بالي ثلاث شخصيات، وكل شخصية ومعها سر كده من أسرار إزاي تكون بركة. أول واحد فيهم هو أبونا إبراهيم اللي احنا قرينا الشاهد بتاعه. أنت يا أبونا إبراهيم إزاي هتصير بركة؟ قال له أخرج. قال له إيه؟ أخرج. فالشخص اللي يخرج وراء ربنا يصير بركة، اللي يخرج ولا ربنا يصير بركة، اللي
ما يمشيش مع الطيار ويختلف يصير بركة. ما هو هو ربنا قال لأبونا إبراهيم يخرج ليه؟ أبدا، كان أهله في أور الكلدانيين بيعبدوا آلهة، إيه آلهة أخرى غير الرب، فعبدوا آلهة أخرى أسرته وأهله و و و. طب أنت يا إبراهيم مش خليك يعني زي أبوك وزي جدك وزي عيلتك ومشي معاهم؟ قال لا، في الأمور اللي تخص ربنا أنا ما عنديش استعداد أضحي بمين؟ بربنا، ما عنديش استعداد أضحي بيه. أبويا على عيني وراسي، جدي على عيني وراسي، أهل على عيني وراسي، لحد فين؟ لحد نقطة تبعية ربنا دي ما أقدرش إن أنا أساوم فيها. فقال له أخرج من أرضك وانسلخ منهم. ساعات الخروج يتطلب أن يكون خروج فيزيكال، يعني جسدي كده، تخرج بجسدك من مكان ما، مكان فيه شر، مكان فيه خطية. ولكن أحيانا الخروج يكون خروج داخلي، يعني لست أسألك أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. أنا مش أقدر أعيش في كوكب غير كوكب الأرض، صح؟ لكن أقدر أقرر أن أنا ما اشتركش في أعمال الظلمة غير المثمرة، ما اشتركش فيها. لكن أحيانا يكون مكان كله غلط وأنا مش مضطر للتواجد فيه، في الحالة دي أنا لازم بشكل جسدي أخرج من هذا المكان. صدقوني قصة مؤثرة ويمكن البعض يضحك، وحكيتها قبل كده. كان مرة خادم من خدام الكنيسة الأتقياء، شاب زي 100,000 شاب موجود في الكنيسة، راح مع أسرته يحضر فرح لجماعة قريبه في القاهرة، ما يعرفش هو ايه اللي هيحصل يعني. فرح الكنيسة وبعد كده قالوا له ده الجماعة عاملين حفلة ايه بقى كده كبيرة في فندق واوتيل 5 ستارز كده. راح هو كان خادم، ايه، ما عندوش خبرة الحاجات دي بيبقى فيها ايه، بيحصل فيها ايه. فرح راح فوجئ بجو ايه غير مقدس على الاطلاق، خمور ومش عارف رقاصة مش عارف ايه وحاجات، استصعب خالص يقعد في الجو ده. قعد يفكر يروح فين يعمل ايه، راح خد بعضه وراح دخل دورة المية وقعد يصلي، وطول لدرجة ان فرد الامن اللي واقف على دورات المية خد باله ان في واحد بقاله فترة طويلة ايه ما خرجش، قعد يخبط عليه ما بيردش، اتخضت هياله ان ده جرت له ايه حاجة جوه، راح استدعى فرقة امن من الاوتيل عشان يكسروا الباب عليه. اول ما حس انه في محاولة عنيفة لفتح الباب راح صرخ كده وطمنهم انه هو ايه بخير وكويس وانه طالع. قال لي ما عرفتش اروح فين يا ابونا، بس ما قدرتش ان انا افضل موجود في الجو ده، يعني ده جو ما يليقش بواحد من ولاد ربنا ان يكون موجود فيه. يا ترى هل الحفلات بتاعتنا اللي بعد الافراح جو مقدس؟ شوفوا الشاب الطاقي ده عمل ايه، ده يكون سبب بركه. الشاب ده اللي عمل كده يكون بركة، مش كبير في السن ده شاب، بس على اللي عمله ده يكون بركة. ممكن واحد يضحك عليه، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه التخلف ده، ده كلام ماله، ده متدروش، قول اللي تقوله، مش مهم اللي هتقوله انت، المهم اللي هتقوله السماء على تصرف هذا الشاب. ده عمل زي مين؟ عمل زي يوسف لما ساب التوب بتاعه في ايدين ايه امرأة فوتيفار، قال كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. الشاب ده هنا خرج خروج في
فيزيكال جسدي، بس لأنه هو داخليا أصلا برضو مارس هذا الخروج من دوائر الشر، فقدر أنه هو يمشي. لكن مش هقول لك سيب شغلك، مش هقول لك سيب المدرسة اللي انت فيها، مش هقول لك سيب الكلية اللي انت فيها، مش هقول لك كده، بس ما تشتركش في أعمال الظلمة غير المثمر. خليك باين ان الحاجات دي انت مالكش فيها، انت ما ينفعش تشترك فيها، اخرج من ارضك. تقول الناس كلها بتعمل كده، ايوه ما هو بيقول له اخرج من ارضك، يعني من كل الارض دي. تقول لي ما اصلي ده هي الطريقه دي اللي الناس بتتفاهم بيها، ما ان ما كنتش تعلي صوتك وتقل ادبك وتشتم وتعمل مش هتعرف تمشي في الدنيا دي. اقول لك ما هو بيقول لك اخرج من كل ارضك ومن كل عشيرتك، يعني هو فاهم ان كله بيعمل كده، ومع هذا بيقول لك ايه اخرج، يعني ما تبقاش زيهم. اخرجوا من وسطهم واعتزلوا ولا تمسوا نجسا فاقبلكم، ربنا بيقول كده. ابراهيم بقي بركة لانه خرج وراء الرب، ملوش دخل هو ديانة أهله دي كانوا بيعملوا إيه ويسووا إيه. أبائنا إحنا خرجوا وراء الرب، مش الأمة دي بتاعتنا دي كانت في يوم من الأيام بتعبد مئات الآلهة، صورهم موجودة على المعابد، صح ولا غلط؟ مش بتزوروا الأقصر وتزوروا أسوان؟ مش بتشوفوا أجدادنا كانوا بيعبدوا إيه؟ جي جيل قبل المسيح قرر انه ما يستمرش في ايه في السكة دي، فبقي في انطونيوس وبقي في بولا وبقي في مكاريوس وبقي في الام سارة وبقي وفي وفي وفي، كل دول اصبحوا ايه بركة. ليه؟ لانه قالوا ستوب احنا مش هنمشي في السكة دي، وخرجوا وراء ربنا. اذا عايز تكون بركة اختلف، مش اختلف يعني اتخانق، خليك مختلف عن الدنيا ماشية ازاي. تقول له طب وانا هعيش ازاي؟ قول له ربنا يعيشنا انا وانت، نحفظ احنا الوصية بتاعته وهو امين انه هو ايه يدبر لنا حياتنا ويأكلنا ويشربنا ويسهل لنا الامور بتاعتنا ويمشيها بطرق عجيبة. ابراهيم منين ما يروح الدنيا يعني ترحب وتفتح له ايديها، يختار الصحراء، الصحراء هي اللي تفلح، وسدوم وعمورة اللي مليانة خضرة يحصل لها ايه تهلك، مش صح؟ مش هو اللي اختار الصحراء؟ طلعت الصحراء هي كسبانة. طب وده كلام بالعقل يمشي؟ لا ما يمشيش بالعقل، يمشي بواحد سلم اموره لفين؟ لربنا. الشخص الثاني اللي تنطبق عليه هذه الكلمات هو إيليا النبي. إيليا النبي قصته جت في سفر الملوك الثاني، كلنا عارفين طبعا ازاي هو كان في عصر ملك اسمه ايه أخاب، وازاي لانه أخاب كان بيعبد يعني آلهة ثاني والبعل ومش عارف ايه، ربنا زعل وراح إيليا صلى صلاة فلم تمطر السماء ثلاث سنين وإيه وستة أشهر، ولما صلى تاني السماء إيه أعطت مطر. فجي ربنا، ربنا كان عنده الأرض دي كلها في كوم، وإيليا إيه كوم تاني، ده اللي كان بيوبخ الملوك كان يقول لأخاب إيه، أخاب كان بيدور عليه لما عرف إنه هو اللي منع إيه المطر. فأول ما جابوه له يعني هو مثل أمام أخاب، قال فأخاب كملك بيطيح في أي حد، فبيقول لإيليا إيه أنت هو مكدر إسرائيل، بيقول لإيليا أنت أنت السبب في الفقر اللي احنا فيه ده. فكركم إيليا قال له إيه؟ قال له بل أنت وبيت أبيك. ده نبي بيكلم مين؟ بيكلم ملك، مش خايف منه؟
قال لا، أنا اللي مقدر إسرائيل. ما حصلش، بل أنت وبيت أبيك بترككم عبادة الرب وسيركم وراء البعليم. ده أنت وبيت أبوك اللي قدرتوا إسرائيل بسبب أنكم سبتوا ربنا ومشيتوا وراء البعل، وتيجي تقول لنا. فأخاب كان بيهاب إليه. المهم يعني، وبعد كده الموقعة الشهيرة بتاعت جبل الكرمل، لما نادى في الشعب وقال لهم إيه، إن كان الرب هو، إذا كان الرب هو الرب فاعبدوه، إن كان هو البعل فاتبعوه. ووقفت حد أنبياء البعل والسواري تقريبا 850 على بعضهم، ورفع الذبيحة ونزلت نار من السماء وخدت الذبيحة ولحست المية وذبح كل أنبياء البعل والسواري. وبعدين إيه، جي ربنا قال له ما تيجي عندي بقى، أنا هبعت لك مركبة إيه، نارية تاخدك كده، بس خليك لوحدك، بس روح امسح إليشع نبي عوضا إيه عنك. فلزق له إليشع. إليشع حس إن معلمه إيه هيتاخد منه، فلزق له كده، يقول له طب أنا رايح الحتة الفلانية، يقول له معاك، يمشي معاه شوية، طب بص طب أنا رايح الحتة الفلانية، يقول له معاك. كل شوية إليشع يقابل شوية أنبياء يقولوا له أنت ما تدراش، مش معلمك هيتاخد منك النهاردة، يقولوا مسكتوا ما أنا عارف. لحد ما جه إيه المشهد الختامي، فبيعبر الأردن، فإليه بالرداء بتاعه راح شق نهر الأردن وعبر هو ومين، وإليشع. فقال إليه لإليشع أطلب ماذا أفعل لك قبل أن أؤخذ منك. خلص بقى الكلام إيه واضح. فقال إليشع ليكن نصيب اثنين من روحك علي، يعني أعوضك، أعوض غيابك باثنين من إيه، من روحك. فقال صعبت السؤال، فإن رأيتني أؤخذ منك يكون لك كذلك، لو شفتني وأنا بتاخد منك هيكون لك كذلك، وإلا فلا يكون. وفيما هو يسران ويتكلمان إذا مركبة من نار، أصل هو كان نبي إيه ناري، فوسيلة انتقاله للسماء كانت حاجة شبهه، حاجة من طبعه في عبادة الله وفي خدمة الله، ماله ناري كده. فجت مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما، فصعد إليه في العاصفة إلى السماء، وكان إليشع يرى وهو يصرخ، كان بيصرخ ويقول حاجة تعرفوها، يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. بيقول عن إليه، بيقول له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. عارفين يعني إيه؟ أخاب ده كان ملك قوي عسكريا يعني، وكانت مملكة إسرائيل في عهده بتحقق انتصارات عسكرية قوية. قال له الصراحة يا أبي اللي بيحمي إسرائيل أنت، لا أخاب ولا الجيش بتاعنا ولا الخيل ولا الفرسان، إسرائيل دي محمية بسببك. يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها، يعني ده أنت الظهر بتاع إسرائيل، هذه اللي تكون بركة، دي شخص، شخص واحد، تخيلوا شخص واحد بالبلد كلها هو السبب في ان اسرائيل دي عفية. قال له لا لا، انت فكرك انا يعني متهيألي ان الجيش اللي حامي ولا الاخاب ولا العساكر ولا الفرسان ولا المركبات، لا انا فاهم اللي فيها، فاهم ان اللي ساند البلد دي انت. ايه ده، كيف إليه يعني
كيف إيليا يبقى هو الظهر بتاع بلد كاملة، مملكة من 11 سبط، يبقى هو الظهر بتاعها؟ أبدا. أشهر حاجتين عن إيليا: حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه، حتى متى تعرجون؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان هو البعل. أوضح حاجتين عن إيليا بيقولوا إن إزاي تكون بركة، إزاي تكون بركة؟ خلي ليك عشرة حية بالله، خلي بيتك ريحته صلاة، خلي في أوضة في البيت ريحتها صلاة. مش إن إحنا نحط فيها بخور فتبقى ريحتها بخور، لا، هي صدقني من كتر ما يتصلى فيها هيتحس إن تصلى فيها. أنا حكيت الحكاية دي قبل كده في كذا اجتماع لما كنت في زيارة افتقاد هنا في بيت في شركة أولتا، وبعدين الأسرة كان بيت قديم كده، فالأسرة وأنا برش المية في البيت قالوا لي معلش في أوضة صغيرة هنا نرشها يا ابونا يا ريت. فلقيتها كده أوضة، أول ما دخلت كده حسيت بإيه؟ براحة غريبة، بأمانة بكلمكم بأمانة، براحة غريبة أول ما دخلت الأوضة الصغيرة دي كده، من قبل ما يفهموني فيها إيه دي. ف لسه كده بحط المية على إيدي، قالوا لي يا أبونا دي أوضة جدي، وده كان المكان اللي هو متعود ياخد خلوته فيه، ولما تنيح كان فاتح الإنجيل بيقراه، ودي الصفحة اللي إحنا دخلنا لأنها مفتوحة، سيبينها مفتوحة كده وعليها النظارة زي ما هي، وقعت منه كده وهو بيصلي. فقالوا لي دي الأوضة بتاعته اللي كان دايما يصلي فيها. قلت لهم صدقوني من قبل ما تقولوا، وأول ما دخلت الأوضة دي حسيت بإيه؟ بنعمة غريبة، براحة غريبة. فهذا الجد كان سبب بركة، كان بركة في بيته. حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه. كم بيت يا ترى شبعان صلاة، شبعان قراية كتاب مقدس؟ تقول لي ده الولاد طول النهار مشغلين أغاني المهرجانات والشعب ومش الشعب، يقول لك ما ده بالأدعى يزود الاحتياج ان يكون في اوضه تاني في البيت مالها؟ شبعانه صلاه. او تسيبهم بعد ما خلصوا اللي عملوه وانت تعوضه بايه؟ بصلاه. كان ليا صديق ربنا يمسيه بالخير، لما كنا زمان بنشتغل في الدعايه كانت الشركه تعمل لنا تريننج، يعني تدريبات كتير، يعني في القاهره، في الغردقة، في شرم، فكانوا ينزلونا في اوتيلات فايف ستارز كده. فكنت انزل انا وهو في اوضه واحده، فكان اول ما يدخل الاوضه يقول لي ايه يلا نصلي فيها دي، احنا ما نعرفش اللي قبلينا كان بيعمل فيها الاوضه دي، وما نعرفش اللي بعدينا هيعمل فيها ايه، تعال نكرسها لربنا. وميعرف ان في هذا المكان في يوم من الايام في حد من اولاد الله كان هنا. بص الفكر، وكنا نقف نصلي فيها، نصلي الصبح ونصلي بالليل، وبعد 3-4 ايام احنا غرب ضيوف ناخد بعضنا وايه ونمشي، بس المكان ده اتصلى فيه. فاكرين لما كان ابونا ابراهيم كل ما يتحرك في حته يروح بني مذبح ويصب عليه زيت، وبعد شويه بيسيبه ايه، يجوا ناس يلاقوا مذبح وعليه زيت يقولوا يوه ده اكيد واحد من اللي بيعبدوا يهوى كان هنا، صح؟ نفس الفكره، المكان ده تصلى فيه، ذكر فيه اسم ربنا يسوع المسيح. فان حسيت ان بيتك محتاج قداسه اكتر، صلي انت اكتر، بدل ما انت تقعد تتخانق مع العيال، صلي صلي ويقول لك مالكش دخل بي انا كبير وعارف مصلحتي انا مش عارف.
خلاص بنفكره من فترة لفترة، بس مش هنقعد كل يوم ايه نديله علقة صلي صلي. انا اصلي هو هيحس ان في حاجة مختلفة بعد شوية. دي ازاي اكون بركة، حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه. اخر شخصية، طبعا انا قلت لكم ايه دي شخصيات كتير خالص، بس انا اخترت ثلاثة كده اللي جم على بالي. القديس بولس الرسول، القديس بولس الرسول ذكر سفر اعمال الرسل قصة التغيير العظيم بتاعه في لوقا في اعمال 9، وبعدين ذكر مرتين تاني في اعمال 22 واعمال 26. فانا واخد كم آية كده من ثالث مرة ذكرت فيها القصة اللي هي آخر واحدة أعمال 26. بيقول كده: ولما كنت ذاهبا في ذلك إلى دمشق بسلطان ووصية من رؤساء الكهنة، رأيت في نصف النهار في الطريق أيها الملك نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس قد أبرق حولي وحول الذاهبين معي. فلما سقطنا جميعا على الأرض سمعت صوتا يكلمني ويقول باللغة العبرانية: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. فقلت أنا: من أنت يا سيد؟ فقال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، لكن قف، قم وقف على رجليك، لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به، منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. لما يجي عالم يخترع اختراع كده يفيد البشرية، البشرية بتشعر بامتنان لهذا الشخص، ودي حقيقة. يعني مثلا ان العلماء اللي بيقعدوا يشوفوا موضوع الفاكسينز وغيره الحاجات والأمراض الصعبة ويدوروا لها على علاج، حتى بيتعملهم جايزة اسمها جايزة ايه نوبل تقديرا لجهودهم، ودي حاجة حقيقية ما ننكرهاش. طب ما بالك، ما بالك اللي يرد خاطئا عن طريق ضلاله. ده واحد كان هيهلك هلاك ايه ابدي. ده بص هنا بيقول له ايه، بيقول له: انا انتخبتك، انتخبتك يعني نقيتك، خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به، لتفتح عيونهم، أصلهم مش بيشوفوا، أصلهم عميان، كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله. طب ما ده نكون ممتنين ليه قد إيه؟ ده اللي مش أوجد علاج لمرض من أمراض البشرية، ده اللي شاور واللي عرف أمم كثيرة من هو الله الحقيقي وماذا فعل من أجل البشر وما هو عظم محبته لبني البشر وما هو السر المخفى منذ الدهور والأجيال اللي كشفوا ليهم. ما لدي يكون البشر ممتنين لقد إيه؟ يكونوا ممتنين لقد إيه؟ هكذا كان القديس بولس بركة للعالم، بركة للعالم كله. لحد النهاردة رسائله بتغير نفوس، لحد النهاردة رسائل القديس بولس بترجع ناس من الظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله. انتوا عارفين ان الآيات بتاعت القديس بولس توبت أغسطينوس ولا ما تعرفوش؟ كان بيقرأ في سفر روميا،
كان واحد صاحبه ماسك رسالة روميا بيقرأ فيها، وهو كان مش مؤمن يعني بربنا وكده، وقاعد مع صاحبه، وبعدين صاحبه قام يدخل كده جوه يجيب حاجة، فلقي اللفايف دي بتاعت فمسك هيقرأ فيها، راح قرأ آيات من روميا: إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا، فلنخلع أعمال الظلمة ولنلبس أسلحة النور ولنسلك في النهار لا بالبطر والسكر لا بالمضاجع والعهر. وكأن القديس بولس شايف أغسطينوس عايش إزاي، كأنه كده كشفه، قال للحال لم أقرأ أكثر من هذا، الشعاع من الإيمان اخترق قلبي وللوقت قمت واعتمدت. القديس بولس ده تنيح يا عم أديله بتاع 400 سنة، وإن مات يتكلم بعد. لحد النهاردة القديس بولس بأقواله دي لازال بيرجع ناس من الظلمة إلى النور ومن سلطان الشيطان إلى الله. القديس بولس بركة. ليه؟ لأنه اجتاز تحول في حياته. في الترجمات الإنجليزي القصة بتاعت أعمال 9 دي و22 و26 يقولك على the great conversion، يعني التحول العظيم، اجتاز تحول. ده واحد كان ماشي في سكة بمنتهى القوة ومش شايف قدامه وبيجري فيها وواثق جدا من سكته ومن طريقه، وفجأة اكتشف ان كل اللي هو فيه ده ايه، ده غلط. واحد قال له انا يسوع ودي السكة كده، راح لف ومشي في السكة دي بكل ايه قوته برضو، زي ما يكون كان مستني حد يوريه السكة ايه مظبوط، وبنفس العزم اللي كان بيضطهد بيه يسوع الناصري بقي بيبشر بيسوع الناصري. ده اسمه التحول العظيم. الإنسان اللي يكون بركة يكتاز تحول عظيم في حياته، توبة قوية حقيقية، وتلاقي توبته دي تتوب آخرين، تلاقي توبته دي ترد كثيرين، ويكون بركة زي القديس بولس كده، اللي يهتم لخلاص الآخرين يصير بركة. القديس بولس قال: كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أقربائي أنسبائي حسب الجسد. يعني لو طلت أنا أتحرم من المسيح وهم ما يفقدوش أنا مستعد. أية محبة في قلبك أيها الرسول العظيم، إيه ده؟ تضحي بخلاص نفسك عشان آخرين؟ اللي يدور على خلاص الآخرين يكون بركة. بس خد بالك، مش هنعرف نكرز لآخرين ما لم نكتاز تحول عظيم في حياتنا زي بتاع القديس بولس كده. ما أقدرش أكرز وأنا مش تايب، ما أقدرش، لازم في الأول أكتاز هذا التحول، وبعدين أقدر أن أنا أكرز بربنا فأصير بركة. عندي في بيتي لما جيت أعمل الشقة بتاعتي بحب الأيقونات، فقعدت أفنن كده أختار إيه أيقونات أحطها. فمن ضمن الأيقونات اللي حطيتها عندي أيقونة للقديس مرقس الرسول وأيقونة للقديس أثناسيوس الرسول. قلت إيه؟ ده اللي سلمني الإيمان، مش صح؟ ومن كاروز مصر، أي، قلت وده اللي حافظ ليا الإيمان. دول بركة. واحد سلمني الاب والابن وروح القدس، انا ما كنتش اعرفه، انا كنت اعرف حاجات تانية ماليه جدران المعابد بتاعتنا. سلمني الاب والابن وروح القدس، والتاني في موقف خطر جدا حافظ ليا هذا الايمان. دول بركه. عشان كده انا نفسي النهارده مش بس نقول يا رب باركنا، نقول يا رب اجعلنا ايه
اجعلنا بركة زي ما خليت إبراهيم إيه بركة، اجعلنا بركة يا رب وسط بيوتنا، وسط عائلاتنا، وسط مجتمعنا، وسط هذا الجيل اللي احنا فيه. وافتكر افتكر إبراهيم وخروجه وراء الرب واختلافه عن اللي حواليه، وافتكر إيليا وازاي عشرته بالله خليته بركة، خليته مركبة إسرائيل وإيه وفرسانها، وافتكر بولس والتحول العظيم اللي حصل في حياته واهتمامه لخلاص الآخرين ازاي خلاه هو كمان إيه بركة. ربنا يجعل كل واحد فيكم وكل واحدة فيكم بركة، ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.